مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي في مادة الكيمياء الوحدة الرابعة، تكملة لدرسنا الأول الحموض الكربوكسيلية. أخذنا فيما سبق أو في درسنا السابق الحموض الكربوكسيلية صيغتها العامة، خواصها الفيزيائية مثل الامتزاز وامتزاجها بالماء، انحلالها بالماء ودرجة غليانها. اليوم سندرس بعض الخواص الكيميائية، تفاعلها، تفاعل الحموض مع الأسس. عندما يتفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الأساس ينتج لدينا ملح كربوكسيلات هذا المعدن، المعدن الأساس، وأيضا ينتج لدينا الماء. لنأخذ مثلا تفاعل حمض الكربوكسيلي مع هيدروكسيد الصوديوم، نقول R C رابطين O OH زائد Na OH. في هذا التفاعل يكون الـ Na أنشط كيميائيا من الـ H فيقوم بإزاحته ويصبح لدينا R C رابطين O رابطة O Na زائد H2O، ينتج كربوكسيلات المعدن الأساسي مع الماء. أيضا تتفاعل الحموض مع المعادن بنفس الطريقة. أيضا عندما يتفاعل أي معدن كان، سواء لنأخذ المغنيسيوم، تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع المغنيسيوم، نقول R C رابطين O OH زائد Mg سيعطي R C رابطين O OMg زائد H2 غاز منطلق. هنا طلابنا الأعزاء سوف ينتج الكربوكسيلات المغنيسيوم وينطلق غاز الهيدروجين، حيث ستحصل فرقعة شديدة. إذا نقول المعدن النشط قادر على إزاحة ذرة الهيدروجين في الزمرة الوظيفية، وبالتالي يسيحه ويخرجه إلى الخارج ويتحول مركب إلى كربوكسيلات المعدن. تفاعل الحموض الكربوكسيلية مع الأملاح. لنأخذ مثال ونقول تفاعل حمض الخل مع ملح الطعام. ما هي الصيغة العامة لملح الطعام؟ أو لنأخذ مثال آخر مع ملح كربونات الصوديوم، نقول حمض الخل CH3 COO H زائد NO2 CO3 سينتج لدينا أولا خلات الصوديوم CH3 COO NO زائد تفكك الكربونات هو تفكك جزئي، وبالتالي سينتج لدينا ماء وأيضا CO2. نقول عند تفاعل الحموض الكربوكسيلية مع الأملاح التي تحوي صيغتها الكربونات سينتج لدينا كربوكسيلات المعدن وماء وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر رائق الكلس. الآن لنأخذ تفاعل مع النشادر. عندما يتفاعل
الحمض الكربوكسيلي مع النشادر يتحول إلى كربوكسيلات الأمونيوم التي بحد ذاتها تتحول إلى أميد بعد التسخين وماء. نقول RCOOH زائد NH3 ستتحول في كمرحلة أولى إلى R C رابطين O O NH 4 كربوكسيلات الأمونيوم التي بدورها هنا سوف تتحول عند التسخين بوجود التسخين إلى R C رابطين O NH 2 زائد H 2 O. إذن سوف تتحول إلى أميد وماء. الأميد هو مركب عضوي أيضا سنأخذه في دروس قادمة إن شاء الله، ولكن يحوي في صيغته على سمرة الـ NH2 وهو يكون أميد. إذن نقول عند تفاعل الحموض الكربوكسيلية مع النشادر سوف ينتج أولا كربوكسيلات الأمونيوم التي تتفكك بحد ذاتها عند التسخين إلى أميد وماء. خامسا تفاعلات البلمهة للحموض. ما المقصود بالبلمهة؟ وهي تعني حذف جزيئة ماء من الحمض أو جزيئين من الحمض الكربوكسيلي. لنأخذ نقول R C رابطين O OH زائد R C رابطين O OH بوجود وسيط خماسي كلوريد الفوسفور، خماسي أكسيد الفوسفور، سوف يتحول إلى R C رابطين O O R C رابطين O H وهو ما نسميه زائد H2O وهو ما نسميه بلا ماء حمض كربوكسيل. إذن في تفاعلات البلمهة للحموض، وهي المقصود بتفاعل البلمهة نزع جزيئة ماء من جزئي حمض كربوكسيلي أي OH مع H، نزع جزيئتي ماء من حمض كربوكسيلي عند نزع جزيئة الماء يتحول إلى بلا ماء حمض كربوكسيلي والماء. الآن نقول تفاعلات، سادسا تفاعلات الإرجاع. يمكن إرجاع الحمض الكربوكسيلي إلى الدهيد بوجود البلادميوم. يكون البلاديوم هو يعمل عمل حفاز، فيمكن إرجاع الحمض الكربوكسيلي إلى نقول R C رابطين O OH زائد H2 بوجود البلاديوم يتحول إلى R C رابطين O H زائد H2 O. إذن بإرجاع الحموض الكربوكسيلية بوجود البلاديوم، البلاديوم يقوم بعمل حفاز، نقول بعمل حفاز بوجود الهيدروجين يرجع الحمض الكربوكسيلي إلى الدهيد بالصيغة R C رابطين O H وأيضا إلى ماء. هنا طلابنا الأعزاء نكون قد أخذنا أهم الخواص الكيميائية والتفاعلات للحموض الكربوكسيلية مع المعادن، مع النشادر، مع الأملاح، مع الأسس، مع البلمهة وتفاعلات الإرجاع. هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في درس قادم.